بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا. احنا حياتنا مليئة بالمعاني الأساسية اللي إذا خفت المعاني دي أو تراجعت حياتنا تهتز، عاملة كده زي الأعمدة. فاكرين لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة عمود الدين؟ كذلك في أشياء عمود للحياة بتاعتنا، لما بتخف إحنا ممكن نتوجع بشدة، ممكن نحتار، ممكن نتلخبط، ممكن نتوه. في حاجات لما تختفي من حياتنا نحس إن العلاقات بدأت تفرول، بدأت تتحلل، نحس إن إحنا مش جنب بعضينا، نحس إن إحنا بقينا ضعفاء. الحاجات دي أساس في حياتنا، وده الجليس اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، جليس من الجلساء الأعمدة في حياتنا. معقولة؟ ومعقولة احنا سبناه يتراجع؟ سبناه يتراجع لأسباب كتيرة خالص. من الأسباب اللي خلتنا نسيب ده يتراجع وهم ان احنا خلاص ما بقيناش مستحملين، وهم كمان ان احنا الحمل بقى تقيل علينا، وهم كمان ان احنا من حقنا ان احنا نرتاح. فبقى عندنا معنى اساسي في حياتنا تراجع. عارفين الجليس اللي احنا المفروض نجلس معاه النهارده وما يكونش عندنا حلقه واحده بس احنا عشان نتكلم عليه؟ انا اول ما اقول ايه الجليس ده الناس كلها هتقول اه والله اللي انت بتقوله ده صحيح. الجليس ده هو الرجوله. محدش يفتكر ان انا بتكلم على الذكوره. الرجوله، ان احنا نبقى رجاله، ان الشخص يبقى عنده هذه الماده الاساسيه في الحياه. وعشان نقدر نتكلم على ده، لان البعد ده في جزء مهم جدا، جزء نفسي، كنا لازم نتكلم مع حد من الخبراء، ومش هيكون عندنا حد احسن من الدكتوره حنان الرصاص. ازيك يا دكتوره؟ ازيك كده يا شيخنا، ازي حضرتك طبعا، وازي حضرتك اخو حاجه. يعني ايه رجوله؟ وهل في فرق يعني ما بين الرجوله والذكوره؟ رجوله يعني حاجه قليله دلوقتي. ده التعريف بتاعها، حاجه قليله دلوقتي. يعني حاجه يعني بتنضو شويتين كده، يعني هي بيبقى اتيتيود كده عند الشخص اتجاهها عند الشخص. بيبقى حد يعتمد عليه، حد انسان مسؤول، حد اهل ثقه، حد عنده اصول. يعني هما بيتبعوا بقى ان الواحد بيكون عنده افكار معينه ان انا حد مسؤول، ان انا ما ينفعش مثلا اخذل حد او كده. والحاجه الثانيه ان هو انا هكون محل ثقه، وبالتالي بيتبعها افعالي، ان انا ما بتكلف بحاجه، او ان انا لوحدي بكون مسؤول لما اكون يعني اما احس ان انا الحاجه دي بتاعتي من غير ما حد ما يقعد يقول لي انا ببقى مسؤول وبتجه بعملها على طول. او لو كلفت بحاجه الشخص ما يقعدش يدور ورايا هو عملها ما عملهاش على يعني ما ينبغي، لا بيبقى خلاص هو اتكلف بتاسك معينه او حاجه بتبقى ضن. يعني هي الرجوله دي حاجه احنا بنتولد بيها ولا حاجه بنعيشها وبنكتسبها وبنمارسها؟ ايه الحكايه؟ هو خلينا نقول حاجه زي ما حضرتك قلت، موضوع الذكر يعني او الذكوره والرجوله، هو الذكوره صفات تشريحيه او صفات خلقيه شخص بيختلف بيها الرجل عن الانثى، وصفات نفسيه ان الرجل ان الذكر مختلف عن الانثى. الذكوره بقى هي من الحاجات اللي بتربيها كتير جدا عند الناس التنشئه، زي ما حضرتك بتسال ان لو الام او الاب ربوا الابن ان هو يبقى انسان مسؤول يعتمد عليه، اما يكلف بحاجه هيبقى قد المسؤوليه، مش هيفك منها، مش هيستسهل، هيتعلم يعني ان هو يتعلم الاحباط، حاجات كده كتير، هيبقى انسان معتمد على نفسه وبالتالي الاخرين يقدروا يعتمدوا عليه. طب ليه الرجوله قلت في الناس الوقت ده؟ ليه احنا حضرتك قلت لي لما حبيتي تعرفيه قلت لي ده حاجه قلت دلوقتي، يعني ليه الرجوله قلت؟ هو عشان الناس كتير مش عايزه تدفع الثمن يا شيخ، يعني ده كلام في غايه الروعه. الناس مش عايزه تدفع الثمن. وليه طب الناس مش عايزه تدفع الثمن يا دكتور؟ هو في ناس ما اتعلمتش ان هي تدفع الثمن وهي صغيره، هي ما اتنشاتش على كده. في ناس دايما كانت بتعملها كل حاجه، حد بيقوم يعمل له كوبايه الشاي، حد بيقوم يوضب له سرير، وحد بيقوم يوضب لها سريرها، حد دايما بيذاكر لها. ما فيش اعتماديه ان شخص بيعتمد على نفسه. صحيح. فممكن شخص ما يكونش ما اتعلمش القصه دي من هو صغير. الحاجه الثانيه ما اتعلمش ان هو ازاي يتحمل ان هو يتضايق وهيكمل.
يعني بيعمل حاجة معينة، طاقة معينة، شغل معين، مذاكرة معينة، هيكمل. الحاجة التالتة إن هو ليه قالت برضه، عشان في ناس كتير خلط عليها المفاهيم، في ناس مش فاهمة يعني إيه رجولة. تفهم الرجولة يعني أنا حد يقعد يقول كلام حلو بس لحد، بس هي دي رجولة، إن هو حد زي يكسب حاجة بسرعة، غير يبقى إن أنا كلامانجي يعني، يبقى شخص كلامانجي. بالظبط. طب نعمل ايه بقى اذا كان الكلامانجي ده مش هينفعنا؟ واحنا يعني احنا دلوقتي دايما بقول لهم اكتر سلعة رائجة الان الكلام، نعمل ايه بقى عشان الكلام الرجولة فتاوى. ترجع؟ هو اول حاجه هي جزء كبير منها في عمق، هي سلوك، فلازم الشخص عشان يغير السلوك يبقى عنده استعداد، يبقى هو عايز فعلا يغير. لان عدم الرجوله او ان الواحد اعتمادي او ان هو مش بيدفع الثمن، ده بيسبب له مكاسب معينه، فهو محتاج يقرر ان هو ازاي يتخلى عن هذه المكاسب الزائفه يعني، ويتحمل المسؤوليه. فاول حاجه هو الشخص محتاج يعمل ايه؟ يفكر ان في خسائر حصلوا من الوضع دوت، وفي مكاسب لو هو بقى انسان مسؤول. الحاجه الثانيه طبعا الاهل، ان هم يعلموا الناس، مش يعني هو مثلا بيعدل حاجه لولده الصغير، مش الام تيجي تعملها بداله عشان هو مش عارف يعملها، لا، هو كده هيتعلم ايه؟ ان انا دايما هعتمد على حد، فمش صحيح. مش هعرف شيء حاجه. الحاجه اللي بعديها بقى للناس الكبار، ان هو الشخص عشان يتغير محتاج يحس ان في خسائر، عشان اي حد فينا يعني، هو ما كانش مسؤول هيبقى مسؤول، ما كانش راجل هيبقى ايه، يبقى كل هو، حاجه راجل. يبقى احنا حضرتك بتتفضلي بتقول ان هو محتاج إرادة ومحتاج ان هو يغير مفاهيم عبر ان هو يحسب ان الخسائر اللي هي خسرها بفقد الرجولة او بقلة الرجولة خسائر اكبر بكتير من المكاسب الزائفة اللي حصلت له. بالظبط. واخر بس حاجه مهمه في الحته دي، ان الطرف الاخر محتاج ما يعطلوش مكافآت على عدم رجولته او عدم رجولتها او عدم تحمل تمام. المسؤوليه او عدم تحملها المسؤوليه، لان لو الشخص التاني بيقعد يعضد او يقعد يعزز السلوك دوت، الشخص عمره ما يتغير. فلازم الطرف الاخر يبدا يعني ايه، يبقى في وقفه كده يعني، عشان نتكلم في حته عدم المسؤوليه دي. لكن يعني الموضوع بيبقى صراحه مشترك، لان في ناس بتساعد الطرف الاخر ان هم يبقوا اعتماديين. صحيح يا دكتورة. دكتورة أنا شاكر لحضرتك جدا جدا، هذه المعلومات الرائقة الفائقة اللي في الحقيقة بتقربنا من مقصودنا في علاج ظاهرة لابد إن احنا نقاومها كلنا زي ما حضرتك تفضلتي في نهاية مداخلتك. شكرا لحضرتك يا دكتورة حنان.